كل ما تكون صادق قبل ما تكون مع الناس كن مع نفسك، صدقني راح يوصلهم. تأثير منك على جمهور هذا الجمهور كله، لما رحت التلفزيون ثلاث أرباع وراح معي، ما طلعت خارج الخط. كل أنت طبعا كمذيع أنت وأسلوبك اللي تقدر تجذب فيه المستمعين يكونوا معك أنت طول الوقت، مش مؤثرين هذه الأيام تفرق، إحنا المؤثرين الحقيقيين. ظاهرة ربما منتشرة في المجال الإعلامي وهي التهكم. هذه الظاهرة ظاهرة مو بس سلبية، ظاهرة مؤلمة. كل اللي قلته مضبوط، المرأة ما محتاجة لتمكين، هي متمكنة. وبالتالي يعني سويت قاعدة رائعة جدا، أنت حطيته في المكان الصح راح يعطيني نتيجة صح. شو سر الخلطة؟ والله أنا نفسي ما أعرف. بيت الأمنيات. بيت الأمنيات حبيب. جميل. نشوف وين التوازن بيوديك. بيت الشهرة. يا أميرة كل النجمات عمري كله بإيديكي. حدا خبرك شيء عني برا؟ أول مرة حدا بحقق لي أمنيتي. كانت ثائرة أميرة هون؟ الثورة بمعنى التمرد، كل واحد بيشوف حسب ما هو بيتمنى. وأمي ساهمت كثير في تكوين شخصيتي. السعادة أمنية دائمة. أنت امرأة خاضعة؟ أنت إعلامية ما هيك؟ ما أعتقد، في النهاية الإعلامية إنسانة، بس الإعلامية بتكون حساسة أكثر. الإعلام مهنة، وإذا أداة تحقيق لشرط. عندك نظرة؟ إلى حد ما. أنت بتفضل الدوائر ولا الزوايا؟ لما ينتهي صبرك على هذا الموضوع. بتحب البدايات؟ مش بالزمن بس اللي هو الساعة أو اليوم أو الشهر. تفضلي. طيب شكرا، مع السلامة. أميرة الفضل، أهلا وسهلا فيك ببيتك، بيت الشهرة. الشهرة بنظرك أبيض أم أسود؟ الشريك ما كان على قدر المسؤولية هو أسود. إذا قدرت تتعامل معها ومثل ما بيقولوا في لبنان ما تكبر الخصة براسك. أول شيء خلينا نتكلم عن مفهوم الجرأة. كون يتقبلها الرجل أو ما يتقبلها، هي معناتها عم تكسر عادات وتقاليد وعم تهاجم مجتمع. الكل يعيب عليها جرأتها. أنت بتناصر المرأة دائما. نعم. ليش طلبتي من الرجال إنه هن ناصروا المرأة؟ لا، مثل مين أسماء ما راح أقول لك، لكن أنا أقول لك مثل إيش. إيه، لأني ما أحب هذه الأشياء، أحس إنه ليش. أنا أؤمن إنه التغيير سمة من سمات الإنسان الناجح. شغلي ركزت عليها كثير هي الاحتواء. ليش بتجيب الخطأ؟ تفضلي على السجادة. نورتي. تسلم.